ملح ملح ملح. قل بسم الله، لا ينكب تحت، خذها بيدك. ايوه قل بسم الله. ها لا وشو حط فيك ماوين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله عزيز المشاهد. قبل ان نبدا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. الان متواجدين جماعه الخير في موسم الجيمرز في مقر فالكون في البوليفارد، حياكم الله. خلونا نشوفكم، رابط التذاكر تحت، احجز. خلونا نشوفكم بعد قلبي. اليوم مقطعنا المقلب الجمهور، كيف يا رايد مقلبهم؟ حياكم الله، تعالوا معي. بسم الله يا جماعه الخير، المقطع عباره عن اندومي، وبسوي خلطه حامضه مالحه مره ما تنوكل، وبشوف الجمهور هل بيعزز لي ويجاملني ولا بيقول ممتاز. بقول انه مطعم زي كذا. بسم الله، عندنا الان اي هذه ممتاز. طيب تعال، عندنا الان اندومي، اندومي عادي مع بهاراته مع كل شيء. ايش بتسوي يا رايد؟ انا اعلمكم ايش بسوي. جايب لي في كورس هذا ملح 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 ملح. ممتاز. ايش فيك؟ وش فيك؟ لا لا ما عليه. فوق الملح ايش؟ ليمون. بسم الله، هوبا هوبا، واخلط 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 اخلط 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 اخلط، وسوي كذا. ليمون هنا بعد. ممتاز ممتاز. ونضيف الاندومي هنا. طيب احس ان ودي اضيف شيء بسيط يا جماعه، ليمون. أقول للجمهور انه هذا مطعمي الجديد وبياخذ رايكم، وبنشوف هل بيزبد ولا بيطرش. بسم الله. طبعا يا جماعه الخير، ممكن انتم ما تدرون هذا ما راح ينكب. في واحد قال والله لا اكله، تعال. هذا الشخص ما في شيء ينكب عنده تبارك الرحمن، فبياكله هو لانه هو مدمن ملح. الوجبه العاديه لازم يدبر عليها ملح. جاهز؟ بس مو بالحين، بعد شوي. يلا، ما له داعي يعني اوكلهم اكل بارد. لازم نسخن لهم ونضبطهم ان شاء الله. طيب بما انك انت صورتني، انا ودي اصور في اليوتيوب عادي. طيب انا عندي مطعم بعد اسبوع بفتحه. ممتاز. بعد لا لا بعد اسبوع بفتحه هنا وان شاء الله برا. فمسوي طبق، هل يمديك تذوق وتقيم بكل امانه؟ زين يلا قل بسم الله. لقمه واحده. ايوه قل بسم الله، لا ينكب تحت، خذها بيدك. ايوه قل بسم الله. ها ها حلو والله. الله يسعد قلبك، شكرا شكرا يا حبيبي. هلا والله، كيف حالك؟ ابيك تجرب مطعمي الجديد. قسم بالله بذوقك. خلص اندومي. طيب اي خذها معك، خذها معك الباقي. ايوه انا باخذها. حلو يا جماعه، شيء مو طبيعي. الى الان اثنين مدحوا، مصيبه مستحيل. كيف؟ فلازم ايش؟ نضيف ملح شوي، نضيف ملح شوي ضروري والله. نضيف ملح شوي ونضيف الليمون شوي. شلون يجملون؟ شلون بالغ مره؟ شلون؟ يلا خلينا نسوي تست انا واحد من الكورس. انا عندي مطعم جديد. حلو حلو، مطعم جديد وبفتح الاسبوع الجاي ومعلم تحت. اي للعادة طبيعي جدا. حلو مره، فابيك تدوق شيء صغير. عطني رايك عشان المتابعين، ابيك تعطيني رايك. والراي بكل مصداقيه. اي لا تكذب عليهم والله. عشان يشترون مني. يلا قول بسم الله. الريحه بس ما تطمني. ليش؟ في مقالب؟ لا 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 ما في مقالب، ايش دعوه بابي؟ سالتك بالله. روح سوي صغيره. لا اصغر اصغر؟ اي عادي. ايوه بسم الله يا رب يا كريم. بالله في شيء؟ لا 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 مش صغير، بضرك يعني، بحط لك سم. قول بسم الله. ها آه. سكر؟ لا 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 مش صغير سكر. كيف؟ وش يعني؟ الجمهور ما داعي يسمع. من كثر الملح قال سكر، شلون كذا؟ ابو عبير يقول لي بدايته سكر، فلازم نزود ملح والله. والله والله ما يتاكل، الله يديم النعمه، هذا تاكله بعدين يا راجل يا اخي. اي لا في هذا اللي يحب الملح. ايوه بس مش ملح. يلا. بالعافيه، مرحبا مازن. خلاص يا حبيبي. جرب جرب. خل واحده ما تضر. ايوه تكه بسيطه. بس ما شاء الله شيء اول يعني ما ياكل اي شيء لين. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟ انا عندي مطعم بفتحه هنا ان شاء الله بعد اسبوع. ان شاء الله. فواحد منكم يجرب، انت اتوقع انك ذويق. وعطني رايك بكل امانه زين؟ الجمهور هنا باليوتيوب ترى ما يدرون بالمطعم فبيشوفون الطعم. هلا.
يلا قل بسم الله، قل بسم الله. بسم الله. حتى رب جرب. ها؟ ها؟ حلو؟ الله يسعدك. والله جامد. والله؟ والله. الله يرفع قدرك. طيب اسمع اسمع. والله جامد. دقيقة طفينا المقطع. كيف الطعم صار؟ والله العظيم جامد. والله؟ بسم الله. شو كذا؟ هذه مدح يا جماعة، شلون؟ لدرجة الناس تجامل. والله مصيبة والله. هذا جبر الخواطر. السلام عليكم. كيف حالك طيب ان شاء الله؟ كيف اسمه؟ ركز معي، انا بعد لا لا بعد اسبوع بفتح مطعم ممتاز. ايه يعني هل تاخذ لك وتعطيني رايك؟ خذ هذا شوكه. دقيقه لا دقيقه هنا هنا. ايوه طيب هذا مقطع. اي نعم تعطيني رايك. ايوه خذها معك. هذه انا اصبر خدمات. بسم الله. ها كيف؟ ليمون. وش شلون؟ حلو. لا لا مو هنا مو هنا مو هنا. شلون حلو؟ ليمون. انا حرم انا بدوق. انا ليمون ولا مرقه؟ حلو ولا لا؟ لا والله يعني تنصح مشكلون؟ لا اسمع دقيقه عزيز المشكله المطعم ده المطعم فلوس ما يقدر يطعم حلو. الطعم حلو 10 من 10. يلا خذ لقمه ثانيه. السلام عليكم. والله انا بفتح مطعم بعد اسبوع. إيه؟ والحين اخذ اراء المتابعين. إيه؟ او الجمهور يعني بشكل عام. فممكن تاخذون كل واحد لقمه وتعطوني رايكم بكل امانه لان الجمهور هنا ان شاء الله انه ما يدرون يعني. يلا ندوق. بسم الله. ايوه خذها معك روح. بكل امانه يا جماعه. ها الله يسعد. حلو. اوه جاي جاي. حلو. اوه الله يسعد. ها حلو. الله يسعد. خل الملعقه معك. شوك خلها معك. لا 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 تفتح مطعم لا تكذب. ما ندعت رزقك ممتاز. امدح يا جماعه مره حلو. ها مره حلو يفوز. يلا خذ خذ لقمه ثانيه. طعم طعم. لا كذا انت غيرتها خربتها. لقمه ثانيه. السلام عليكم كيف الحال؟ شلونكم؟ انا بفتح مطعم بعد اسبوع. ممتاز. الله يا رب يا رب. وقاعد الحين اخلي المتابعين يجربونه والجمهور يجرب. ممكن تاخذ لقمه ولا تكذب هنا ترى يشوفونك الجمهور. يلا بالعافيه. لا والله لذيذ. لذيذ. الله يسعدك. ها استاهل بتاعنا استاهل. الله يسعدك. فعشان المتابعين انه اعجب لازم تاكل 5 لقمات عادي. مليون يا فندم. ايه طفينا الكاميرا. ها كيف؟ حلو ولا لا؟ والله لذيذ. بس حار. يلا يلا يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام. هذا مطعمي بعد اسبوع بيمتد الحين ان شاء الله. حلو. هذا مطعمك؟ اي نعم. فابيك تجرب. ان شاء الله انك ما زرفت ابو عمر. لا احسن منه باذن الله. اصبر هذه في سوم بها كذا. ايوه. بس مطول اصبر. وعطنا رايك. ها؟ هذه طويله. الجمهور. وش ذا الملح؟ 10 من 10. والله 10 من 10. يلا ما دام 10 من 10 خذ 3 لقمات زياده. والله اني يعني شوف هو حلو حلو بس ملح. عطنا عطنا سلبيات. وش هي؟ ملح. هو حلو ملح بس ملح. ملح زياده ولا شوي؟ زياده زياده. داخل بالبحر اني قاعد اسبح في المحيط. يعطيك العافيه. شكرا. بالعافيه يا قلبي. السلام عليكم كيف حالك؟ بفتح مطعم ان شاء الله بعد اسبوع. قاعد اخذ اراء الجمهور. جميل. الله يسعدك. خذ لقمه وعطنا رايك. الله يسعدك. جينا بالعافيه. الله يعافيك. قلنا للمتابعين كيف الطعم؟ هل انفع طباخ ولا لا؟ يلا بسم الله. روح. ها؟ اي الله يرضيك. والله؟ بسم الله يرضيك. فعلك بالجنه. الله يسعد قلبك. شكرا. شكرا يا حبيبي. السلام عليكم كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. هذه من وين ماخذها؟ من ابو عمر. اندومي؟ ايه. طيب هنا الاندومي الافضل، افضل من حق ابو عمر. حقك انت. ايه بفتتحها بعد اسبوع، فبيك تاخذ لقمه وتعطينا رايك. سمع. كل امانه ها؟ عشان الجمهور هنا يجون يشترون منه. خلاص. يلا. حار ولا لا؟ لا لا مو بحار، ما نحط سبايسي. لا لا ما نحط سبايسي. تكلم مع الجمهور، تكلم معي انا، ها؟ كيف؟ حلو حلو. والله؟ إيه. الله يسعد. طيب خذ لقمه ثانيه. قدامك. ما يحتاج خلاص. ليش؟ يعطيك العافيه. شكرا. انا اسف يا حبيبي. الله يسعد قلبك. هلا والله. شلونك؟ كيف الحال؟ تبي تذوق؟ انا مقلبهم، انا ما ودي مقلبك. حاط ملح وحاط خل، فهمت؟ فما يصلح لك. ملح مره. شم الريحه. ما يصلح لك بعد قلبي.
دائما الصغار مره ما ودي اعطيهم يعني. اسمع سيد، ابى افتح مطعم انا الاسبوع الجاي هنا بيصير، فبيلقموا عطهم بكل امانه بذمتك تعطيهم امانه صدق يعني. لقمه واحده حلو رايد اي مره استهبل بنافس ابو عمر انا. لحظه خذ انا في مشكله وش في سميه تعال تعال هي بتقطع رزقي هي اسمع 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 هي كت كت هذه وبي امدح ما له داعي وش اللي كت هذه والله ما امدح والله اخر يا الله السلام عليكم كيف حالك طيب ان شاء الله انا بفتح مطعم الاسبوع الجاي حلو وابيك تقيم الجمهور تقدر لقمه واحده بس يلا واعطهم رايك يعني بكل امانه الله يسعدك لو مو زين بقول مو زين اي على طول الجامل على طول انا جامل ابد انا واثق من شغلي يا ربي لك الحمد ها هذا المصداقيه حق يلا تكلم مع الجمهور ها رايك الجمهور شوف الكاميرا بس لا يلا ها كيف وش هو صوت طقطق افضل مطعم في الحاله الله يسعد بالله كيف اقسم بالله ها متى تفتحون المطعم؟ الأسبوع الجاي أكيد؟ غيروا الشيف بس بعدين يا الله يا أخي شبيه ما يمدان أكلي هنا ما أقدر أسوي شيء هنا معضلين بيبقسوني والله بيلكموني ممكن يبيك موضوع هو الموضوع إيش؟ ممكن ركز معي مركز مركز أنا أول شيء لا تقطع رزقي ثاني شيء الأسبوع الجاي بفتح مطعم والله؟ إيه مطعم وهذه تجربة يعني أبى أنافس أبو عمر فبيك تجرب كله لذيذ طيب طيب اي جرب وقل للجمهور تكفى ترى شوف بكون صريح معك انا ما بكذب يعني ما حلوه مو حلوه ابد ابي حشر ولا ايش لا لا مو حشر مو حشر بسم الله على بركه الله حبيبي هيل ايش ما عليك ايش لي هيل ليمون ده ما تحب ليمون عندهم لي. والله ليمون شف مضروب اعطهم اعطهم رايك بسم الله صار معك يمر وش بيك ولا ليمون تعال تعال وش حط فيها كيماوي انت ولا اسمع يا حمض ذي طيب اسمع تكفى امدح قدام الجمهور ما شاء الله انها لذيذة اللهم الله سامح يسعدك. الله يسعدك شكرا باذن الله تفتح المطعم هذا وتسكر على ابو عمر باذن الله يا رب وين اقول لك باذنك استغفر استغفر هي بالله صدق مو حلو والله العظيم مستحيل والله والله العظيم انا بعدني ما حطيت فمي اصلا جاتني ريحه يعطيكم العافية يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والاشتراك نراكم في مقلب ثاني بالجمهور يا ويلكم ناويكم نيه